اللقطة الأولى في المباراة، وأنا عايز أخد رأيك فيها، إحنا كنا بندردش برضو الفصل وبرضو نشرك الناس معانا في ركلات الترجيح من نقطة الجزاء. صلاح محسن كان على كان بره. اشرح بقى للناس ليه كان صلاح محسن متواجد بره، لانه الناس برضو ايه يعني في الملاحظات بتسال، طب هو مش المفروض ان هو الراجل ده كان موجود في الفرقه، المفروض ان هو يبقى بيلعب موجود ضربه معاهم، جزاء، موجود جوه الملعب مع يبقى المفروض يبقى موجود جوه الملعب، ليه بره الملعب؟ فريق طلائع الجيش، القانون بيقول فريق طلائع الجيش ناقص منه لعيب، مطرود منه لعيب، طرد منه احمد لازم علاء، الفريق اللي قدامه يبقى نفس العدد. نفس العدد. فبالتالي هو اختاروا ان صلاح محسن هو اللي يطلع عشان يبقى 10 قصاد 10 بالظبط. بالظبط، عشان كده طلع بره، فالناس فعلا هتستغرب هو كان في الملعب ليه ما كانش موجود مع زمان. لازم العدد يبقى متساوي في حاله الطرد. فهنا الجهاز الفني استبعد صلاح محسن من التسديد عشان يبقى العدد متساوي مع فريق طلائع الجيش. فدي يعني دي نقطة فنية. قلنا بقى ايه نستفيد بوجود الكابتن كشري، لانه مش كل الناس عندها المعلومة ديت. برضو انت حاجة كنا بندردش قلت لي اخدت بالك من التغيير اللي كان هيحصل في الثواني الاخيرة من الشوط الرابع للنادي الاهلي. بالظبط، يعني لو جبت اللقطة هجيبها لك. في لقطة اللي هم كانوا هيغيروا فيها اللي كان هينزل فيها ناصر ماهر في الشوط الرابع. انت النادي الاهلي كان ناقص له 3 تغييرات. عمل تغييرين. انت عشان تعمل تغييرات يحق ليك التوقف 3 مرات بس في المباراه. أيوة. وممكن تغير بين الشوطين. يعني لو غيرت بين الشوطين لعيب ليك 3 توقفات في المباراه، يعني ممكن تنزل لاعب ولاعب تاني ولاعب تاني واتنين لعيبه، واحد واحد اتنين. ماشي. يعني ليك 3 توقفات في المباراه اثناء سير المباراه. فالنادي الاهلي في الشوط الرابع كان عايز ينزل ناصر ماهر لوحده، حتى تلاقي جابوا معاه صلاح محسن. لو كان ناصر نزل في التوقف اللي هو الرابع ده كان هيحق للنادي الاهلي انه يعمل التغيير الاخراني بتاعه اتنين لعيبه لو حابب. يعني كان ناصر ينزل واتنين لعيبه ينزلوا صلاح محسن مثلا واي لاعب تاني لو يعني ياخد الخمس تغييرات بتاعته. لكن راح النادي الاهلي التوقف ده، حتى تلاقي الجهاز الاداري وكانوا الفني بيكلموا كابتن صباحي عشان يعملوا التغيير. لو كان حصل التغيير ده كان هيحق للنادي الاهلي ينزل اتنين لعيبه تاني. بس مره واحده، دفعه واحده، مره واحده. لكن نقولنا شباب بقى عشان نتكلم على الغياب كتير اللي كده حصل بقى ان هو لما راح على النادي الاهلي التغيير ده بدل ما ينزل ناصر لوحده، ناصر كان نازل لوحده، راح جايب صلاح محسن لانه مش هيقدر ينزل حد تاني. فعمل تغييرين مره. هو الفيفا بيقول لك تغير 5 تغييرات، 5 لعيبه في 3 توقفات، في 3 توقفات في المباراه اثناء المباراه. صحيح. يعني انت ممكن بين الشوطين ممكن تغير لعيب بين الشوطين ما يتحسبش. يعني وليك 4 تغييرات على 3 توقفات. فهي دي اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها. بص هنا حتى عمالين ده، بص خد بالك من دي. فلو ناصر كان نزل هنا في الوقت ده كان هيحق للنادي الاهلي. والاهلي كان مغير كام تغيير قبلها؟ كان مغير 2. كان مغير تغييرتين؟ مغير تغييرتين. تغييرتين يعني كانت تبقى دي التوقف الاخير بلعيب واحد ما كانش بقى الاهلي عنده تغييرات. بالظبط كده كده. يعني الاهلي كده خسر لعيب، يعني في لعيب ما كانش خسر توقف. بص حتى هتلاقي هنا يعني متضايقين. بص ليه؟ لان لو كان نزل اللاعب دلوقتي هم زعلانين عشان كده، ولا زعلانين عشان كان نفسهم الاثنين لعيبه ينزلوا دلوقتي؟ لا 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 كده راح عليهم توقف. يعني راح عليهم تغيير. مش شايف حد في الملعب؟ هو في حد في الملعب نزل؟ لا مفيش حد نزل. بعديها بدقيقه هينزل. كان المفروض التغيير ده يحصل في الوقت ده. في التوقف ده ما كانش هيتحسب انه توقف. انت واخد بالك انا قصدي؟ يعني ليك 3 توقفات اثناء المباراه. ماشي. لو غيرت بين الشوطين مش محسوب من الثلاثه، يعني ممكن تغير بين الشوطين مثلا 2 لعيبه. تيجي اثناء المباراه ليك 3 توقفات بس، تنزل لعيب لعيب لعيب. صحيح. طيب